ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بنات، الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. الفيديو ده هنستفيد منه حاجات كتير. ايه هي؟ اول حاجه ازاي تستعدي للشتاء وبيتك يفضل عمران بحاجات كلها خير، وازاي تبقي مظبطه بيتك بيها. تمام. الشتاء بتحتاج اكل، بتحتاج ان انت ما تخرجيش كتير عشان المطر والوحل والكلام ده كله، وبيتك يفضل مليان. ماشي، تعالوا بقى نشوف كده انا بستعد للشتاء ازاي، وبجيب ايه الحاجات اللي انا بشيلها عندي في البيت للشتاء واستخداماتها معايا ايه. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بجيبها اساسي عندي الفول يا بنات. بصوا الفول ده، الفول البلدي بتاعنا. ماشي، بجيب الفول ده عشان انا بعمل فول مدمس كتير في الشتاء. لو حد حابب ان هو يتعشى بالليل، بعمل قدرة الفول على طول وبشيلها اكياس وبحطها في الفريزر، اطلع الكيس كده يسخن في ساعتها واسخنه واعمل الفول بكل انواعه. بعمل كمان منه شوية فول انبتهم، اعمل شوية فول نابت برضو بيبقى حلو قوي وبيستر البيت. لو يوم مطر ومش عارفة تعملي اي اكل ومستعجلة وعايزة تعملي اكل، برضو بنبت شوية من الفول. فالاساسي عندي الفول ده، فول التدمير نيس اهو، بطلع منه حبه برضو بنبتهم. فده كده اول حاجه معايا لازم تبقى عندي مهمه. تاني حاجه والبطل برضو معانا، العدس الاصفر. العدس الاصفر يا بنات بعمله برضو وبخليه عندي علشان خاطر الشتا برضو بيدفي. بساعات اعمله شوربه كده، ونبقى مثلا لو بردانين ولا حاجه نشربه في الكوبايه بالمج كده، برضو بيبقى حلو جدا، ينفع في عدس فته والكلام ده كله. فعم عندنا الفول، عندي العدس، وكمان بخلي عندي على طول العدس بالجبة ده. ليه استخدامات غير الكشري برضو، نقدر ان احنا نعمله كده كوجبة، برضو بيبقى حلو قوي، عليه كمون وعليه ليمون، وهبقى اعمله لكم برضو اكلة بيبقى حلو قوي. بالصلصة، بيتعمل بالصلصة بيبقى جميل. وكمان عشان لو عملت كشري يبقى موجود عندي في البيت، الحاجات دي ما بتخسرش ابدا ولا بتبوظ طول الشتاء. بخلي برضو عندي من الحاجات اللي هي البقوليات، بخلي عندي الفاصوليا البيضة واللوبيا، بخليهم عندي في البيت علشان اي وقت عايزة اعمل حاجة مش قادرة اروح السوق والدنيا بتمطر وما عنديش خضار، اطلع اعمل شوية فاصوليا بيضة او اعمل لوبيا. احنا بنحب اللوبيا البلدي دي، بتبقى طعمها حلو قوي. فكده دول معايا. تعالوا بقى للعمدة الالي بتاعنا ده، بقى ده اهم حاجة عندي، ده برضو مهم قوي يا بنات، عايزاكم ده برضو ما تبطلوش عندكم. ده الفول المدشوش. الفول المدشوش ده بنعمل منه ايه؟ بعمل منه الطعمية في البيت، اعمل شوية طعمية واشيلها اكياس في الفريزر. اعمل كمان شوية بصارة لو محتاسة كده في يوم وعايزة اغير وافصل من الاكل، بعمل شوية بصارة. ممكن كمان هعمل لكم الفول المقلي، طلب مني كتير اللي هو بالقوطة، في جيل كامل ما يعرفش ايه هو الفول المقلي ده، برضو بيبقى حلو، الاكلات الاصيله بتاعت زمان، هعمله لكم قريب جدا لما اجي اعمله. ده بيبقى بالطماطم كده ومعاه شويه رز، بس بيبقى حلو قوي. فده استخداماته كتيره، الفول المدشوش ده، البصاره، الطعميه، الفول المقلي. وده اهو بقيت جبت مرتين. تعالوا بقى لاهم عنصر عندي في البيت، ايه هو؟ واساسي ما تخلاش عنه ابدا ابدا طول الشتاء، الدقيق. الدقيق ده طول ما عندك دقيق في البيت، طول ما انت بيتك مليان خير ومليان بركه. صدقيني الدقيق ده يا بنات مهم جدا جدا، سترك قوي قوي في البيت. اولا محتاسه النهارده يوم مش عارفه اعمل ايه، ممكن اطلع 2 كيلو دقيق كده اهو، واروح عامله فطير مشلتت واقضيها بقى جنبيها مش، وجنبيها جبنه قريش، وجنبيها عسل اسود وبيض، ويبقى وجبه مفيش بعد كده. اهم حاجه تعرفي تعملي الفطير، انا عملته قبل كده على القناه وهعمله لكم تاني، اما اجي اعمله هعمله تاني وهقول لك ازاي تفرزيه وتعملي منه احجام صغيره وتشيليه في الفريزر. فالفطير ثم الفطير ثم الفطير، بنحتاج نعمل الفطير ده وجبات. انا كمان بعمل فطير حلو جدا ما شاء الله يعني. كمان بعمل ايه؟ بعمل قرص، بعمل فايش، بعمل منين، بعمل كرواسو، باتيه، اي حاجه بتستوري. بيتزا، يوم يوم كده نقوم نعمل بيتزا، فلازم يكون الدقيق اقل حاجه عندك يعني طول الشهر 5 كيلو دقيق، يعني علشان المعجنات، تعملي بقسماط، تعملي باتون ساليه، تعملي اي حاجه، بصراحه بيستر البيت بجد يعني. كمان انا بجيب الفريك ده يا بنات، الفريك ده حلو قوي في الشتاء، بيبقى جميل، بعمله شوربه. انا دايما بجيب اللي هو بتاع الضحى ده، انا بجيبه برده بعمله شوربه، بيبقى حلو جدا جدا وبتدفي وبتدي يعني طاقه للجسم حلو قوي. وانتوا عارفين اصلا ان الفريك من الحاجات المغذيه،
فانا بجيب الفريك عشان انا بعمله شوربه برضو، بيبقى هايل في الشتاء هايل. بصوا بقى كمان انا بخلي عندي ايه، بصوا بنات انا بخلي عندي طول الشتاء رقاق. الرقاق ده بتاع العيد يا جيجي، ايوه بتاع العيد وبتاع الشتاء. الرقاق ده بقى بنات برضو يوم كده عندي شويه رقاق ناشف ماشي، اطلع اعمل كده عندي شويه شوربه وحته لحمه مفرومه، اعمل صينيه رقاق كده بسرعه. عندي شويه لبن كده وحبه سكر ومش عارفه ايه، اعمل صينيه رقاق باللبن والسكر برده بتبقى حلوه. فانت عندك لو عندك بواقي جبنه وبواقي فراخ تقدري تحطي في النص وتدي برده الرقاق ده بتاعك شوربه، بيبقى جميل جدا. لو ما عندكيش شوربه مرقه فوريه كده ولا مرقه دجاج مع شويه ميه سخنه وتعمليها وتبقت اكله جنب الاكل. يعني الحاجات دي انا بقول لك الحاجات اللي هي تسعفك وتمشيكي وتعملك. ده بالنسبة للحاجات اللي هي الخزينات. تعالوا بقى هوريكم القسم بتاع اهم قسم بقى، القسم بتاع المشروبات بتاعت الشتاء اللي لازم يكون عندك. تعالي بقى كده نشوف استعدادات الشتاء والمشروبات بتاعت الشتاء اللي جيجي هتقدمها لكم هتكون ايه. تعالوا بقى يا بنات نشوف القسم بتاع المشروبات بتاعنا في الشتاء بيتكون من ايه. طبعا طول ما انت قاعده تبقى عايزه تشربي حاجه، ولادك بيبقوا سقعانين عايزه تدفيهم تديهم حاجه يشربوها. طيب احنا معانا ايه بقى النهارده؟ معايا السحلب. تمام، السحلب ده اللي انا عملته معاكم في البيت، اساسا انا كنت عاملاه في برطمانات، في برطمانات انا فضيته كله في كيس واحد. تمام، ده السحلب احنا كنا عاملينه مع بعض في فيديو، الناس اللي ما شافتوش تدخل على اليوتيوب وتكتب طريقه عمل السحلب على طريقه مطبخ جيجي على قد ايدي، وهتشوفوا ان انا مصنعه اصلا البودره بتاعت السحلب وعملته معاكم وكان هايل. فهنا معايا اول حاجه طبعا بتطلب اللي هو ايه، السحلب. معايا ايه كمان معانا هنا اهو، بصوا تعملي حلبه، الحلبه دي مغذيه قوي يا بنات وحلوه لولادك جدا جدا. اغلي شويه حلبه بس ما تحلهمش بالسكر، حليهم بعسل اسود، حطي معاهم عسل اسود مع الحلبه ماشي. لما تحطي عسل اسود مع الحلبه بتديكي طاقه وبتديكي حيويه ونشاط وبجد بجد بتزود كمان يعني ايه، ما تخليش المناعه تقل من عند ولادك. بتنمي العقل وحلوه جدا ومغذيه وبتخليش اي انيميا مع العسل، الاتنين مع بعض دول بيعملوا ميكس حلو قوي. فده برضو من المشروبات المهمه في الشتاء ماشي. كمان معانا ايه، معايا هنا دي حلبة المغات، دي مش المغات الاصلي، دي حلبة المغات. حلبة المغات دي برضو مش لازم يكون عندي سبوع او حد والد او اي حاجة عشان اشربها، دي برضو من المشروبات الحلوة في الشتاء برضو. هاتيها وان شاء الله ابقى اعمل لكم المكونات بتاعة حلبة المغات في البيت، هبقى اعملها لكم زي ما عملت لكم السحلب كده اهو، هبقى اعملها لكم. هي مش صعبة خالص، هي سهلة، ابقى اعملها لكم برضو. وادي الحلبة بتاعت المغات برضو بتبقى حلوة وبتدي طاقة حلوة للجسم. بس هقول لك على حاجه، ما تعمليهاش بسمنه ماشي، هتعمليها بايه؟ هتعمليها بحته سمنه بلدي. لما تعمليها بسمنه بلدي تبقى جميله وزي الفل وما تزوديش السمنه ماشي. بص بقى البطل بقى بتاعنا كمان هو ايه، الحمص او الحلبسه. الحمص يا بنات في منه نوعين عشان انا اتسالت قبل كده، في النوع اللي هي الحبايه الكبيره وفي النوع اللي هي الحبايه الصغيره. دي ما بتاخدش وقت على النار وبتبقى كبيره، ودي بتقعد كتير على النار بس بتبقى صغيره، بس اللي طعمه احلى والغذاء بتاعه افضل الصغيره. الصغيره ده البلدي بتاعنا، ده البلدي، الصغيره دي البلدي، دي طعمها اقوى في الحمص وكمان الريحه بتاعتها بتبقى حلوه وطعمها حلو ومغذيه اكتر. دي مستورده، ده زي ده مستورد مش مصري، ده بيستوي بسرعه بس ملوش طعم، ما تحسيش بطعم الحمص قوي، ده اللي بتحسي فيه اكتر. تمام، فالفرق ما بين الصغير وما بين الكبير، وده بنعمله وده بنعمله فما فيش مشكله. طبعا هوريكم كمان فيديو، هعمل لكم فيديو ازاي تفرزوا الحمص عندك في الفريزر. ايوه هتفرزيه في الفريزر وهتطلعيه تعمليه في 5 دقايق، هنشوف كل حاجه مع بعض. وزي ما انتم عارفين ومتعودين ان انا هبهركم يعني هجننكم. معايا ايه كمان؟ معايا القمح. القمح ده بقى اللي هو برده مهم جدا، هنعمل منه البليله، نعمل بليله سخنه كده باللبن تحفه، حاجه كده بقى هايله من الاخر. برده انا بدمسها زيها زي الفول وبخليها عندي اكياس في الفريزر، اطلع الكيس احط عليه اللبن ونشربها، بتبقى حلوه جدا وجميله. تقدري تحليها بالعسل الابيض وتقدري تعمليها بالسكر مع اللبن وتحطيها بقى، تحطي لها بقى جوز الهند والزبيب وبتبقى اخر جميل. كمان من الحاجات المهمه اللي لازم تكون عندك في البيت طول الشتاء اللبن البودره. اللبن البودره ده اللي بجيب اللي هو الكامل الدسم ده اللي هو بيبقى نيوزيلندي تقريبا،
اهو اللي هو النيوزيلندي ده، ده برضو بيبقى حلو قوي يا بنات. ده بيبقى لبن كامل الدسم. تقدري بقى لو انت ما عندكيش لبن اصلا، او وقت بقى محدش قادر ينزل في الوحله وفي الطينه وفي المطر وفي الكلام ده كله، تقدري تطلعي اللبن البودره تحطيه على البليله وتعملي البليله باللبن البودره. تقدري تعملي اللبن البودره ده تعملي منه، هو بيدخل في حاجات كتير جدا، بس ممكن نحطه كمان على السحلب ونعمل منه لو ما عندناش لبن حليب. تقدري تحطي منه على على الحلبة بعد ما تتغلي الحلبة، بدل ما تحطي عسل وما عندكيش لبن تقدري تحطي على اللبن. كمان في مشروب حلو قوي يا بنات، بيدي طاقة حلوة جدا وبيحرق سعرات كتير من في الجسم، القرفة. تقدري تعملي القرفة باللبن البودرة وتغليها على النار وتعمليها، بتطلع بوش وبتبقى جميلة قوي قوي قوي. ده كده المشروبات بتاعت الشتاء بتاعتي. تعالوا بقى كمان للحلويات. هو الشتاء تنفع من غير حلويات؟ ما تنفعش ابدا من غير حلويات. تعالوا بقى نخش على قسم الحلويات اللي بيبقى جاهز جاهز عندي دايما وموجود، لو اي ضيف او اي حد او اي حد خطر لك على بالك تقومي تعملي اي حاجه حلوه هتلاقيها هنا وبس عند جيجي. يلا بينا نشوف قسم الحلويات. تعالوا بقى نشوف الحلويات اللي بتبقى عندك على طول وتبقى جاهزه. ايه هي اول حاجه معايا؟ لازم يكون عندي جلاش. طبعا انا مطلعه لكم الجلاش ده كده من الفريزر، ماشي اهو. بصوا بقى، انا ما بشتريش جلاش بتاع العلب ده خالص، انا بشتري بتاع الاكياس ده يا بنات، اللي هو بتبقى اللفه نص كيلو ده. ايه ده؟ يا اما تجيبيه من عند عرفه، يا اما بتجيبيه من عند واحد تاني برده كده اهو، برده بيبقى بيبيعوا كده بالكيلو كده اهو. ده بيبقى معمول يدوي مش الالي اللي بيبقى مجلد من جوه ومقطع، ماشي. فانا بجيب كده بقى الجلاش ده، بقى بعمله حلو وبعمله حادق وبعمله كل حاجه، بس هو بيسعفني في الحلو، بطلعه يفك واشتغل كده على طول، تمام. فده كده معايا الجلاش. وكمان بعمل القطر او العسل بتاع الشربات، بعمله كميه وبشيلها عندي تبقى موجوده عشان ما احتس، هعمله معاكم برده كميه واشيلها، ماشي. تعالوا بقى، دي هتقولي دي شعريه، طب انت جايبه شعريه ليه؟ طبعا لازم نعمل في الشتاء شعريه باللبن. فالشعريه دي مش بس في المطبخ للرز، او مش بس ان انا اعملها للشوربه، لا، انا الشعريه دي عندي بعملها شعريه باللبن، بتبقى هايله. هعملها معاكم في فيديو قريب، وبجيب بتاعت الشركات دي بتبقى احلى من السايبه كمان. بعملها برده شعريه باللبن، هعملها معاكم مره، هتعجبكم جدا جدا وبتدفي وبيبقى طعمها حلو قوي. دي برده من الحلويات السريعه معانا. معايا هنا ده دقيق البسبوسه، طبعا الملكه عندنا البسبوسه. البسبوسه طبعا عملتها معاكم، بس خلوا عندكم الدقيق بتاع البسبوسه ده يا بنات، هنعمل منه رموش الست، نعمل منه صوابع زينب، نعمل منه بسبوسه، اي حاجه بينفع لحاجات كتير جدا. فانا بجيب الدقيق السايب بتاع البسبوسه ده وبركنه عندي، برده بينفع لاي حاجه حلوه عايزه اعملها بسرعه. ايه كمان؟ لما بروح بلاقي كنافه، بشتري برده الكنافه وبحطها في الاكياس اللي هي محكمه الغلق دي، وبحطها برميها في الفريزر، هي متجمده اهي معايا، برميها في الفريزر وبعدين اطلعها علشان تفك واشتغل بيها، اعمل بقى كنافه برده، كنافه ساده. مش لازم يبقى في رمضان عشان نعمل كنافه، جالنا اي ضيف نقدر نعمل حتى الكنافه ساده من غير اي حاجه، مش لازم يبقى فيها حشو ولا مكسرات ولا اي حاجه. من نقدر نعملها بالمهلبيه، كنافه بالمهلبيه، لو عندك مانجا طلعي اعملي كنافه بالمانجا، اي كنافه سخنه. بس في الشتاء بتبقى الكنافه بالمهلبيه احلى طريقه كنافه، بتبقى بالمهلبيه، ان يعني بتبقى طالعه سخنه مع المهلبيه سخنه، بتبقى جميله جدا. وبرده زي ما قلت لكم هنعمل مع بعض القطر او الشيره مع بعض، ونشيل كميه، تبقى عندك الحلويات يا دوبك تخرج من الفرن تسقي على طول، والشربات عندك بارد، هينفعك برده جدا جدا. ده كده معايا القسم بتاع الحلويات. ومعايا بقى الدقيق، الدقيق برده برميه في الحاجه بتاعت الحلويات، مش مجرد ان انا اعمل معجنات بس، لا، هعمل لكم الكسكسي اللي طلبتوه مني. هنعمل الكسكسي ونرميه برده في الفريزر، ونعمل الادوسيه، كل الحاجات اللي بتتعمل بره نقدر نعملها في البيت بمنتهى السهوله وبحاجات نظيفه جدا جدا جدا. هوريكم كل حاجه مع جيجي، الابهار لسه مستمر. تعالوا كمان في حاجه مهمه قوي، في قسم بقى اخر قسم معانا هيكون ايه غير الحلويات وغير الخزين وغير المشروبات؟ هيكون ايه؟ هيكون قسم التسالي. قسم التسالي بقى للناس بتوع الرجيم اللي بيبقوا عايزين بقى يعملوا رجيم وعايزين ياكلوا وبيجوعوا وما بيبقوش عارفين ياكلوا ايه. تعالوا نروح بقى للناس اللي عايزه تعمل دايت دي، تعالوا نشوف هنعمل لهم ايه التسالي اللي تبقى موجوده طول الشتاء ومهما ياكلوا منها ما يتخنوش. تعالوا نشوفها.
وادي التسالي اللي قلنا عليها اللي مهما اكلتي منها ما تتخنيش. طيب ازاي بقى يا جيجي؟ الترمس، الترمس يا بنات من الحاجات اللي تحطيها كده قدام ولادك او قدام اي حد، مهما ياكل منها يشبع، طبعا يشبع، بس تحسي بقى ان هي خفيفه كده ولا فيها اي حاجه، دي مسلوقه وبس، ولا فيها دهون ولا فيها اي حاجه. وكده كده علميا ان هو اصلا طلع ان الترمس بيخسس، تمام؟ فنقدر نجيب الترمس ده، مش لازم يكون العيد عشان نعمل ترمس، لا، نقدر نخلي الترمس ده عندنا في البيت زي اللب والسوداني، بس يبقى محطوط كده في حاجه، بس ما تيجي تحطيه ما تحط تحطهوش من غير ميه، لازم تحطيه في ميه عشان عقبال تاني يوم هتلاقيه طري وباظ معاكي، فحطيه في ميه، ويستحسن ان انت تحطيه في التلاجة وتطلعيه حبه بحبه وفيهم الميه بتاعتهم، تمام؟ فالترمس ده برضو من الحاجات الحلوه قوي، ومهما اكلتي منها ما بتتخنيش. ومعانا كمان ايه؟ معانا الفشار. الفشار اصلا من الحاجات اللي بتنفش والحاجات المغذيه، فاصلا لما بتيجي تاكليه بيحسسك بالشبع وبينفش كمان في بطنك، فده ممكن تعملي بس بايه؟ الزيت. طب ما تيجي تحطي الزيت ما تحطيش زيت كتير، هو كده كده ما بياخدش غير معلقه واحده بس زيت، فما بياخدش اصلا معاكي زيت كتير ولا اي حاجه. تعالوا بقى كمان في ايه، في اللي هو الفنكوش ده. الفنكوش ده بنات انا بعمله من غير زيت خالص، انا بعمله بايه؟ بحمره في الملح. تقدروا تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا طريقه عمل الفنكوش على طريقه مطبخ جيجي، وهتشوفوا ان انا عاملاه بالملح، يعني من غير اي نقطه زيت ولا نقطه سمنه ولا اي حاجه، متشوح بس كده يا بنات، ومطقطق وجميل وزي الفل. فالحاجات دي، الفنكوش ده برضو من الحاجات اللي بتنفش وبتشبع، بس المهم تعمليه من غير زيت. وكمان وادي دورة الفشار، نعمل فشار، نعمل هعمل لكم فشار بنكهات كتير جدا برضو قريب بإذن الله. وادي الترمس، ولو اللي مش عارف يعمل الترمس يكتب برضو طريقة عمل الترمس على طريقة مطبخ جيجي. ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، واتمنى تدوا لايك في الفيديو. ولو عايزين نعمل لكم فيديوهات من دي كتير قولولي، ولسه عندي بقى كمان مفاجأة ليكو، لسه هنتكلم على شغل رمضان بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بألف خير يا رب. واللهم بلغنا رمضان، هقولك ازاي ان انتي تظبطي دنيتك قبل ما رمضان يجي، وازاي انا بمشي وبخطف كده شوية تخاطيف كده واركنها في كرتونة، وهديكي افكار كتير، واصبري معايا ان شاء الله بإذن الله هتبقي شاطرة وهتبقي لهلوبة وهتبهريهم وهتجننيهم. واتمنى تدوا لايك للفيديو، باي باي حبايب قلبي جيجي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله من مطبخ جيجي على قد ايدي. باي باي.